مرحبا واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الحدث الأبرز. في حلقة اليوم نناقش معكم التداعيات والأسباب وراء استجواب مجموعة من الصحفيين جلهم وإن لم نقل كلهم عاملون في وسائل إعلام فرانكفونية وغير ناطقة. يطرح هذا الاستجواب جملة من التساؤلات، من أهمها ما هي أسباب استدعاء المجموعة وإلى أي حد يقلص هذا الاستجواب من تقدم بلادنا على مؤشر الحرية العالمي. برأيكم هل التحقيق مع الصحافة مشروع أم أنه يعتبر مضايقة، ومتى لا يكون مضايقة؟ أين منظمات حقوق الإنسان من توقيف مجموعة من الصحفيين، وأين نقابة الصحفيين؟ الرئيس قال وقال بعض معاونيه أنه لم يسبق وأن تم اعتقال أي صحفي. هل تعتبر تلك التصريحات نهاية مرحلة الحريات وفتح باب الاعتقالات والاستجواب ومصادرة الحريات؟ متى يكون الصحفي غير موضوعي لكي يتم استجوابه، ومن يحدد ذلك؟ أسئلة من بين أخرى نناقشها معكم الليلة التي نستضيف لكم فيها الصحفي جدنا والديدة، وهو طبعا المدير الناشر لموقع موري ويب. أهلا بك ضيف الكريم. أهلا بك. كيف كانت بداية هذا الاستجواب، وكيف قرأتموه أنتم كصحفيين موريتانيين؟ كما قلت مسرفت قبل دخولي في البرنامج، فيها خصوصيات تعني السكريت انستركسيون اللي هو سرية التحقيق، لا يجوز لي أن أتكلم عنها، ولكن سأعطيك ما أحتسبه قراءة لهذه الأحداث. أولا أظن شخصيا أنه بعد من تداعيات استفتاء 5 أغسطس قد كتبنا من قبل استشرافا أن سيكون صيفا حارا ساخنا نتيجة لتنظيم هذه الانتخابات التي لم تكن انتخابات توافقية بين الفرق السياسيين، ولكن لم نتوفق في استشراف أننا سنكون معنيين بالأمر. إذن بعد رجوع من مالبو يوم الجمعة طلب مني بصفة يعني مسؤولة وجدودية مفوض من الأمن أن أتصل بالإدارة العامة للاستجواب في قضية تخص الأمن الوطني، وقدمت إلى الإدارة وهناك استجواب النطاق منها في نفس الروح المسؤولية واحترام. في تم استجوابكم في إطار ما كتبتم؟ يعني فيه بدأت أمور علاقات ليسنا يعني أشخاص ليسنا لا بهم علاقة، واحد عند معهم تم إدراج أسماء تهمت بأنكم علاقة بها كتابات على مؤسسات وطنية ذات الطابع العام، يعني أسئلة هكذا لا أستطيع أن أخوض فيها بصفة دقيقة، ولكنها تكشف على الأقل أن هناك شيئا يحاكو وليس يعني بالموضوعي، لأن الصحافة دورها الأساسي هي سلطة رابعة وتنتقد من يدير الشأن العام. إذن هي تقارير استقصائية هي التي تعتقدون أنها محل للاستجواب ليست أكثر؟ لا 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 أكون لا 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 أستطيع أن أقول أنني أعرف خفايا كل القضية، ولكن لا فيما يتعلق بك أنت وزملائك فقط ما كتبتم هي تقارير استقصائية تتحدث عن الأوضاع السياسية وعن كذلك بعض المؤسسات كما لا من هذا الجانب، ولكن هناك استهداف لأشخاص لا رموز لا هناك لن أبوح بما لا أحب أن أبوح به، ولكن هناك أسئلة عن شخصيات علاقتنا بها ما على سبيل المثال شخصيا لن أبوح باسم. جيد، أين هي رقابة الصحفيين من اعتقالكم، وما هو التحرك الذي قامت به أي حد؟ علمت من الأخ أحمد سالم بنفسه أنه اتصل بالإدارة العامة وأكدت له أن ليس هناك وجه متابعة لأي أحد، أنهم يستمعوا لنا في إطار تحقيقات عادية وأن ليس هناك متابعة للصحفيين، وأخرج أيضا رمزة من الزملاء بيان يدينون فيه استعانة من الإدارة العامة. الاستشواب برأيك هل يقلص من حرية الصحافة في موريتانيا؟ الإشواط التي قطعت في هذا المجال؟ لا شك أن هناك يعني انتكاسة
ملحوظه في اجواء الحريات العامه بصفه عامه، والصحافه كجزء من هذه الاركان الديمقراطيه تبدو على الاقل في هذه الايام محطه انتباه او اهتمام للسلطات العموميه. اذا بحسب ما فهمنا من كلامك ان التحقيق انتهى، ان الامور عادت الى طبيعتها، ما تنتظرنا ما زلتم بقيه من هذا الاستشهاد؟ نحن لم ندرج كأشخاص في إطار يعني اتهام، هذا من ناحية. من ناحية أخرى كما قلت لك أكد لي الأخ أحمد سالم أنه التقى بمدير الأمن وأنه أكد له ما قلت لك أنفا. إذا نحن لسنا طرفا في اللعبة، ولكن لا شك أنهم يريدون في بعض الوقت نستشرف او نستفهم ان هناك محاوله لربط بعض الفرقاء السياسيين نتيجه لعلاقات شخصيه معنا بهذا الموضوع. متى يكون الصحفي موضوعي كي يكون في مأمن من مثل هذه الاستجوابات؟ انا لا اعتبر اننا اخترقنا شيئا لكي نستجوب، هذا من ناحيه. الناحيه الاخرى فيه دي غارانتي اللي هم ضمانات دستوريه لحريه الصحافه، وصحافه ركن كما قلت لك من اركان الديمقراطيه، ونحن عندنا لا سكره لتي دي في اللي هم تكرار تي دي في عشان نترجم لك بها قاعد تكلم بالحسانيه العربيه، هي معناها عن الوقائع مقدسه والكومنتير ليبر معناها عن تعليقات حرة. نعم. مسألة قد تشوفها على الأقل من حيثياتها قد نعد ما متوافقين على تأويلها، ولكن هذا حرية التعبير وحرية الصحافة ومعمول بها في كل العالم الديمقراطي. بغير عيادة مرق عن إطار، هم اللي مد بعض الصحفيين أنه يمرق عن إطار التقرير الاستقصائي لأنه هو أقوى لكن أهل من عنه هم بنين دارت بنين عاد فما هيئة مراقبة غيرها لها با هي اللي عم تخولها على الاقل اداريا توبخ ولا تبلامي ولا الرابيل الاوردر الصحافه، اذا ما قد خرج منه شبه اللي ما قد خرج، يا غير انا وانت قد مناوين في تاويل الامور، يا غير من باب ل مش ما الوقائع تم هي وقائع، فلان قتل فلان وقائع، شوف انا نفس النظره، ولكن تأويلها ما هو شيء. اذا العنوان هو اللي المضمون، ليس العنوان هو من يشكل خطر. على كل حال ربما هنالك تجاوزات كثيره لبعض العناوين التي تتصدر المواقع الاخباريه الوطنيه. هل برايكم كمدير ناشر لموقع تعتقدون ان مراقبه الهابا لسير العمل الاعلامي بصفه عامه سواء مواقع مؤسسات اذاعيه تلفزيونيه انه ربما فيه ما يرضع لهذه الصحافه؟ مبدئيا هي سلطه الرضع، فما الرضع قاعد ذاتي، وفما الرضع المهني اللي هو في اطار مؤسسه مهنيه، وفما الرضع العملي اللي هو اداري كيف قلت لك مثال الهابا، وهذا راح نقول عنه وياس من ضمانات، اولا من باب الكولوك سينجليي اللي هو لا كونفيونس اللي تعود بين المتلقي والصحفي، ومبدا كان عندنا في هنا تاعنا الاعلام حر يكتب على المواضيع اللي ذات الانترجنال اللي تمس من الانترجنال اللي هو المصلحه العامه، سواء كانت تعني رئيس الجمهوريه وسواء كانت تعني بلانطون تحتاني من الاداره، معناها على فم حريه كانت مفترض عنها تعود هي اللي نبدا اليوم نلاحظ شيئا ما تراجع في هذه لافونتي بوليتيك اللي هي الاراده السياسيه، بحيث ان بعض الصحفيين يستدعون في اطار عمليه تبدو يعني خطيره لانها تتعلق بالامن الوطني وفي ذاتها لا صله لهم فيها بها. وهي طبعا كان وضعيتكم انتم تبعد من الامثله اللي طرحت.
انا قاعد مؤسسه هلا على حالتنا احنا، ما هي مره الاولى ركبنا مرات على مؤسسات عموميه. كانك تود ان تقول ان الاتهام الذي وجه اليكم باطل. باطل من باب منظوري، باطل ما في قاع شك. واخطر ما كتبت انت كصحفي من بين المستشوبين، اخطر ما كتبت. فاش؟ ما تم استدعاؤك على لا سو سو اللي كان علاش نكتب على سنين سنين مال المؤسسه. اذا انتم تم استجوابكم بصفه جماعيه شو مالك يطيح من الشيء؟ لا ما لي ديتاي، انا على خالي من الاسئله، خالي من الاسئله. على هل تم استجوابكم بصفه جماعيه ام بصفه فرديه؟ فرديه، بصفه فرديه، لكن يجبر وحده وشد معاه ذيك الاخبار ويعطيهم وجهه نظره فيها وسؤال معهم. كم دام دورك في الاستجواب من الوقت؟ تقريبا ساعه زايد شيء. كم طرح عليك من سؤال؟ لا اقل من 15. تتعلق بسنين؟ تعلق بامور عده. سنين وماذا؟ امور عده. سنين وامور عده. اذا نعود لنناقش معكم كمدير ناشر لموقع اخباري، نعود الى مهنيه الصحفي الموريتاني، الى مدى استفادته من جو الحريه المتاح، الى ان يتجاوز هذا الخط كي يفسد على باقي المهنيين الاخرين. ما هي نظرتكم للمحررين الموريتانيين على مستوى المواقع الالكترونيه؟ هذا عن الدوله فيها ضلع كبير به اللي خلت القطاع يفسد، من هب ودب عاد صحفي وعاد عنده موقع وعنده باطل يقد بصفه اداريه تتسم فيه استقصالات على انه صحفي ولا ناشر. هذا اصلا سبق الحكم ولا الضايع. لياش بور ديكريديبيليزي لا بريس ياكاش تقلل من مصداقيتها. غير انتشر في الاونه الاخيره به جو الحريات اللي ضمنوا سنة 2005 الى 2007 وتم لا انزال. غير ملي اليوم الاشكاليه ما هو لا مقد الصحافه الحره به اللي الدوله تستخدم بعض الصحفيين من الصحافه الحره حتى للنيل من زملائهم. كيفاش مثلا؟ كيفاش؟ ما نسمي لك الوجه. لا تسمي الاشخاص. تجبر ان ارتيكل مكتوب دو فون ان كومب من بدايته لنهايته ديزينسلت شتم الصحفي به اللي مناوئ الحكومه. باوامر تعتقد انها منها؟ عنهم صحفيين موظفين الدوله، معنى عن ذا واضح ان الدوله عندها ضلع فيه كبير، معناها ما حاولت تميع الحق للصحفي كما تودون تقول. ما هو قاعد تميع، هو محاوله افساده بدا استفاده الحكم الراهن من الصحافه، ولا يبقي تعود فما تياها صحافه تنقل صحافه والله معناها يا من دي جورنال انترناسيونال مواقع اليوم على مستوى دولي مهنته دافع عن الحكم الحالي. هذا احنا متهمينه يا غير محددينه في روح الزماله، انه يقعد فيه واحدين ينالوا منه زملائهم بهم اللي موظفين عند الحكومه ولا طلبته منهم الحكم يطرح تساؤلات. يعتبر انه خطا ثاني من اخطاء اللي معناها انه ما تلقى على مناتهم عاد مدير الدوله عندها فيه لي. ما هي الخطوات التي اتخذتموها انتم كمجموعه بعد هذا الاستجواب؟ احنا ما عندنا خطوات نقبضهم، احنا عندنا شيء من على الاقل لعلها العوده الى الخط التحرير السليم. ليكوست احنا قلت لك انا ما نقابلك تتمرق الاصبع من حر خطوطنا التحريريه. احنا معتبرين احنا على ان خطوطنا التحريريه ملتزمه اولا اخلاقيا و بروفيشنال مهنيا معناها على ان الحاجه المساله الوحيده اللي اليوم لا هي تسرح هذا الحقل هو لا يعود الدولة عندها تعود حكم، ما تعود طرف في 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 هذه الامور، ولا تمولي تجند الصحفيين ضد الصحفيين. متى كان الطرف الدولة؟ ها؟ متى كان الطرف الدولة؟ بعد تحرير الفضاء السمعي البصري ومتابعته انا يمكن اعطيتك كامثله. لا انت قلت بصفة عامة على فهم مسؤولين في الدولة عنهم يحرضوا ضد زملائهم. ما قلت عن المسؤولين في الدولة، ما قلت عن دي فونكسيونير، معناها انهم تابعين الوظيفة العمومية. واستعملوا اساميهم والارسيناتير القصه قاع ما تجي احد شيء. انت ما دمت عندك اسامي وتوقيعات معناها انك تقدر تعطي مثال ناضج وحقيقي. ما نسمي حد، انا ما نسمي حد، قلت عنها من اللي يلوث الجو
المهني للصحافه. معناها احنا الدوله يا تعود تعرف علينا، بالرغم على انها نعرف ان احنا نعود قد يعود الجلد اللي نكتب عليها احنا الصحافه الاخرى اللي الحره يقعدون باقل عليها، يا اخي لا تشعر فيها من اتساع النفس اللي تعرف على انه هذه لعبه ديمقراطيه لا بد احد منها. معنى على احنا مراقبين، احنا مراقبين بالشان العام المشتركه في اللعبه الديمقراطيه. احنا احنا ما نقال عن ما نقلنا عن الكاترين بوفار معناها السلطه الرابعه عبثا، يا ريت نعودوا نراقبوا النشاط الحكومي، فهمت؟ واكثر اللي له ننقضوا لا السلطه المعارضه ما هي متولي الشن العنظر، يا غير ما تعود المعارضه الصبح فيه لها ننقضوا، فهمت؟ معناها على مناسبه عن الحكومه اليوم هي اللي تدير الشن العام، من البديهي على هي اللي تنال القسط الكبير من الناقد. هذا عادي، النقد اللي نعود له ما هو نصوص، اللي نعود معاه اثباتات وادله، ما له هي بالدور قاع عمليه ما ولا شان عندها، لانه قاع مساعده لها على انها هذا تكافح من خلاله الى عادي فمات ياهي ما تتوقع او تعتبر انه فساد او اخطاء او فن. شوف يا اخي نعود لا نص من على صفحه من الورد اللي تنشر انت على موقعك، نعود ما معاه اثباتات، انا قاعد كمتلقي قد عود ما هو مقنع بالنسبه لي. هذا قلت لك على ان الناس اجناس، خالق لي صحفي، خالق لي كافي النص، وخالق لي لابد المجله، خالق لي مهني، خلينا نسمي الامور باساميها، خالق لي مهني وخالق المتطفل وخالق المستخدم، فهمت؟ هذا كامل موجود في الحق اليوم. انت كمهني ولديك موقع موري ويب، كنت تقريرا عن السنيم، انشأت تقريرا استقصائيا عن السنيم تم استجوابك من خلاله، ليست لديك الادله على ما كتبته كي تثبتها وتستريح من الادله؟ واعطيتهم للشرطه في الوقت المناسب ذيك الساعه من يستجوبوني، فهمت؟ ذيك الساعه هذا مش قديم، مش قديم، ولكن انت لا بد لك تتكلم عن هذه الامور. هذه الامور يعني استجوابكم السابق قاع مالي. المهم عن هذا بعطينا نقول لك عن تفاهه الامور اللي تسول عنها، انك انت صحفي قال لك علاش تكتب على مؤسسه عام طابع ما نعرف، كان السؤال كان مطروح بلو والله ما هو بلو. يعني تعود عندك الأدلة، ما هو واري يعود بالله، تعود ما عندك الأدلة. أنا مالي اللي جانكاش ما رسبونسابيلتي أنا من راسي. زين جاي تحمل المسؤولية في ما كتبته عن السنين وما تم استجوابك، أعتقد أنه الإجابة على 15 سؤال ربما تكون أسهل من هالمقال سيكتب. حد صحفي قاع ما فدر سي بروف في السونتروار ما يكتب. ذاك لا يدخل في طال انكم الحمد لله يبدونكم الاتهامات الموجهه لكم عندكم باش تدافع عنها. هذا انا ماني شاهد مسامي. كيف برايك يجب ان يعود الصحفي الى طبيعته، الصحفي المهني، الصحفي المسؤول، الصحفي المستقل، الصحفي الحر؟ شوف من 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 ابرز الامور المطروحه للصحافه هو الولوج الى الفينانسمون بوبليك اللي هو الدعم العمومي. وكانت الصحافه اصلا عندها، ولو على انه ما هو منصف، كانت عندها في 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 اطار المؤسسات الوطنيه كامله، شو نقول لك، سبل على 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 الى الولوج باطل هذه المستلزمات العمل. ومن هون ذون محاهم ما تنفع على الادارات كامله، داروا شنو قالوا له، هو اسمه لو فون هذا بيبليك، وتقسيمه ما هو موزع بصفه شريفه، ولا هو موزع بصفه عادله، ولا هو كافي مولي، مع ذلك مع الاعلان هذا واحد من واحده من الشروط اللي تقول تعود مطروحه في البال. الثانيه قضيه التكوين، احنا نعرف عن ان شاء الله خليط طفره من الصحفيين مع التلفزات ومع الصحافه المكتوبه ومع المواقع، يا غير ما 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 ما, ما واكبتها مع كل الاسف تكوين ملائم، ياك يعرف الصحفي شنو المسموح له به وشنو الاخلاقيات اللي يتمثل بها وشنو حدود حريه التعبير بالنسبه له. المخرج يشير الى انتهاء وقت البرنامج، في رقم، ما هي نسبة المهنية في الصحافة الموريتانية؟ رقم
ما قلت نقول لك لا انت لا تقول تقعد نقعد عندي شيء استدل حسب رايك انت وتوفتك ما لك لا خليك ما لك لا خليك يمكن لا بد حد يقعد عنده سي بروف وانا ما عندت استقصاء لهذا انا ما قد عشوائيا هون اذا عدلوا في المستقبل عدلوا في المستقبل يعود ما لك تجاوب على جدنا والديدة المدير الناشر لموقع موري ويب شكرا جزيلا لك على حضورك معنا الليلة وطبعا صحفي من بين المجموعة التي تم استجوابها مؤخرا على خلفية ما قال ضيفي الكريم أنها تقارير استقصائية كتبوها على مواقعهم إذن هو ضيف حلقة الليلة من برنامج الحدث الأبرز التي أشرفت على نهاية هذه التحية من فريق العمل ألقاكم غدا في مشيئة الله في حلقة جديدة محمدي في على الصوت وكذلك هادي جلو في الإخراج وعبد الله بلال في الإشراف العام على المحل عليها أنا أفترق السلام عليكم.